السلام عليكم الاخوان اخوات، كما تشوفوا انا واحد السيد سميتو احمد الحداوي، راجل السيدة اللي خرجت بالتصريح على الدوزي سكينه، اللي اسم ماشي ديالها حتى الحقيقي، اللي خرجت به سكينه، اللي هي سميتها سعيده السعيد، اللي عندي مع واحد الطفل اللي هو دابا في عمره 10 سنين وشي قرا تبارك الله في بيت الثلج. يعني هاد السيده هادي الاخوان كما تسمعوا بحال فهمتيني، يعني انا 7 سنين ما شفتش في هذه الاعلان اللي خرجت دابا، باش خرجت تنبغي الدوزي. يعني انا براسي ما فهمتش هاد المهزله هادي اللي دارت ولا هادشي اللي دار، انا براسي ما فهمتوش. دابا الولد في عمره 10 سنين تيقرا بيت الثالث، يعني ولد كنا ديك الساعه انا ما مصاوبش لاكارت وهي ما مصاوباش لاكارت، كنا باقيين صغار نهار ولدات. يعني نهار ولدات هي كانت في عمرها ديك 14 عام كاع 15 عام نهار كانت ولدات، انا كنت في عمري ديك الساعه مارشي شي 18 بحال هكا، المهم ما عنديش انا لاكارت وما عندهاش هي لاكارت، مشينا بحال تزوجنا ديك الزواج ديال الفاش حد ديال الناس بكري. ملي تزوجنا بحال هكاك جينا لهنا بحال اللي عطاونا واحد الورقه في المحكمه بلي راكم مزوجين، جينا هنا المهم بقينا عايشين حياه عاديه، حملت السيده ولدات في امان الله، الولد ولا غادي وشي يكبر. انا ما كذبش عليك باش غنجيك صراحه، يعني انا كنت في واحد الطريق اللي خايبه فهمتيني، يعني ربي جاب العفو من عنده اللهم لك الحمد. ما عليناش، انا تشديت كنت تشديت في الحبس، مشيت دوزت واحد المده ديال السجن فهمتيني، خرج نهار خرج عاوتاني تما غيبداو لي المشاكل مع هاد السيده هذه. هاد السيده كيفاش وقع لي مع المشاكل خاصك يعني عادي الطفوله، انا منين كبرت فهمت ولا شي بانوا لي بنات اخرين. انا جيك صراحه يعني تلاحيت لواحد البنت اخرى دابا راه مشات للسعوديه، المهم بقيت انا وديك البنت كونطا، يعني حتى نعرفها تنخرج معاها هكذا هذه، باقي بنادم صغير تنقول لك انا في عمري ديك الساعه يلاه 16 ولا 17 تنقول راه صغيرات. المهم ما علينا تنخرجوا تندور انا وديك، وصلت هي الخبار نهار وصلت الخبار واحد الليله نعسنا بحال هكا في رمضان، نعس فقت اخويا بحال هكا تجن فهمتيني، تنقول لها ما طيب هذه الشراء كامل علاش غير تحيدوا لها جوج عصب من الصباعه، انا دوزت عليهم المده ديالها اللي هي 50 وحيدوا لي عامين فهمتيني. المهم العقوبه ديالي انا دوزت، انا تنخرج بالتصريح باش تعرفوا شنو كاين المشكل اللي هو وقع بالضبط. ما عليناش، قلت لها ما طيب ليا فوطه من الماريو، هذه راه فوطه من الماريو علاش نضيعها الصداع، لا هي اصلا هزه براسها من البنت الاولى اللي انا معاها. قلت لها ما طيب ليا فوطه القضيه باش غتمطي ليا الفوطه، قالت لي نوض راسك تجيبها ولا سير هي ديك خيتي تجي تجيبها لي. انا ما تقبلش، انا ما كذبش عليك عندي جنويه هذا سميتو ديك الساعه خارج طريقي ما باقيتش نقول، انا ماشي يعني الحمد لله ربي جاب العفو، انا جايك الهضره اخي هزيت جنويه، انا ما كذبش عليك وحرم داك الناس نتقرقبوا بالليل، يعني بحال فاق باقي في يدك تمنى ديك الهضره بحال ما تقبلتها، شديت جنويه بحال هكا شيرت عليها هي واقفه بالدور بحال هكا على الماريو شحال في الماريو، انا ديك التيره اللي شيرت عليها دارت لي يديها بحال هكا حطات يديها هنا على ظهرها قصها من هنايا، قطعت ليها جوج عصبات ديال هاد الصبع ديال الصبع الصغير والصبع هذا. الا لاحظتوا شاف الفيديو اخوتي راه غتشوفوا واحد اللقطه هي بالضبط في يديها اليسريه، واحد اللقطه راه يديها اليسريه راه تشوفوا الصبع وهذا وهذا، يعني المهم قلت لها داشها هما اللي نضار الدواء باش يديروا لها عمليه، ما نجحت ليهاش العمليه الاولى، داروا لها العمليه الثانيه عاوتاني سخفات ليهم نعسات تما مغيبه في الكوما ما عرفتش يومين، فاقت جات للدار. نهار جات للدار انا بغيت نطلب منها السماحه، يعني انا باقي ما عارفش ديك الساعه انت وهي راه ضربه كراف، انا ماشي انا من هذا المنبر تنطلب منها حتى هي السماحه على بزاف ديال الحوايج، ماشي على هذا الشيء انا ماشي شلومه ولا تنقول لها. المهم ما عليناش، طلب مشيت نطلب منها السماحه، كاين الخاله ديالي والوالده عندنا في الدار وهي امها ديك الساعه ما خبارهم والو، طلعت باش نطلب منها السماحه قالت. المهم بقيت نهضر انا وياها واحد الوقيته بحال هكا واحد شويه فهمتيني، بحال انا طلبتها بزاف حتى ولاو مالين الدار لتحت سمعوني بداك الطلب، انا تنطلب تنطلب واحد الوقيته هبط عند الوالده جيب لي واحد شويه ديال الفروه الفريد مقطع مع هذيك، ما طرشوا لي في الدروج، قالت لي احمد هبط هبط ما طرشوا لي في الدروج، شدي داك الطبسيل بحال هكا، قالت لي وبركه من التحزر يعني عباد الله كاع تحت يسمعوا، انا تنطلب تنطلب صافي طلعت عندها انا باقي مضروق يعني ماشي في الوعي ديالي، طلعت ديك باش غتهضر معايا عطيتها التوصيل عاوتاني معاها بغات تقول لي ما شنو قالت لي عاود تصرفقتها، يعني انسان يلاه داير عمليه وتعاود عاوتاني تضرب، انا كما كنت في واحد الحاله لا يرشي لها. المهم ما عليناش، ضربتها الغد ليه مع الصباح ناط هزات الولد، انا خلاتني ناعس وتخيل اخي انا ناعس بحال هكا انا وياه في ناموسيا، ناط هي بكري مع السته ديال الصباح يمشي واحد الكار من هنايا لا داعي لذاك الاسم ديالو، ناط خلاتني ناعس ناط هزات الولد، انا ناط بديك ضرباتني رفيقه درت ديك فيه ديك ها، قلت لها فين غاده لابسه ديك الساعه عبايه هي كحله، باقي شنو عقل هادشي راه داز عليه دابا شي 8 سنين اخيرا، نقول لك ليك لابسه عبايه كحله الوليد ملبسه، قالت لي احكا غندي ياسر للطواليط حاشاكم فهمتي، يعني غندي عي رجعت نعس تبجاتني رجعت هزات حوايجها كدا هادي هبطت طلعت للكار مشات بحالها، مشات ريحت يومين اخويا انا جاتني الخبر، وانا نمشي عند الام ديالي قلت لها شوفي راه شنو وقع لي هذيك السيده شنو وقع لي واشنو واشنو واش ندير دابا، قالت لي سير قلت لها واش مشي معايا، قالت لي سير بوحدك، طلعت لعندو انا ما كذبش انا قلت لك باقي ديك الساعه خارج للطريق، راه ماشي نقول لك انا كنت زوينت انا ولكن اللهم لك الحمد دابا مشيت دعوه اللي غندقيت على باها
خرجت الوليد ديشو لا بيسي ما عليناش جبناه اخويا قضينا الغارات فهمتي كامل الدريب وليت ندي حدا زنقتهم زنقه فين ساكنين هما تما في شادله تنقول ليه سير تمشي باش يبقى يبكي يقول لك لا ما ندخلش لعندهم يعني شي يضربوه. كنت في الحبس جابوا لي الوالده الوليد جابتو لي الوالده والخاله ديالي محروق بالفرشيطه من هنا بيدو ملي جيت تنسول هو دابا الوليد يقول لي لا ما تقولش لباباك وسط الحبس. ملي جيت نقول ليه مالك انا شقيتو نشي تاكل قلت ليه مالك هادي قال لي راه ماما حرقتني في فرشيه. ملي جيت نسول في الوالده مابغاوش يقولوا لي شنو كاين قالت لي لا حقا كانت تقلي في الزيت سميتو راه قاسويه تحرقوا في يديه فهمتي كيفاش ما عليناش الولد معذب تما عندها والولد معذب من الولد دابا شتي دابا حاليا نمشيو لعندو تقول واش تبقى مع باباك ولا تمشي تعيش مع باباك في الرباط يقول دابا دينا عند بابا دابا حاليا انا دابا حاليا ما عليناش. وصلنا سيدي لتمايا خرجنا الولد مشينا قلت لك ديج ولا بيسين هادي سرق المهم جبتو للدار حطيت لهم باش عشيه غنرجع ليه حسنت ليه وحده حطيت باش عشيه غنرجع ليه رجعت لقيت الدري جايبينو ليا ما منعسينوش خرجتو معايا مريح معايا في الجرده شي تيطيح ليا على رجلي رجعت لعند با باش غيوقع باش غيجيو المخزن قلت لهم علاش هاد السيد هذا ما نعسوش علاش زعما الدري الصغير ديتو ولا بيسين راه عام وهادي راه عيا وحسن وهادي اللي خليه ينعس نض با قال لي لا راه ماشي نعسش بالليل يعني واش دابا انت مصلحتك بالليل تنعس والدري وفهمتي انا بقى فيا الحال دخلت لعنده يعني ملي دخلت ماشي ضربته دخلت نطلب فيه يعني يلا ترجعي يلا مشى واحد عما خرج عيط عليا للمخزن جاو البوليس داك البوليس اللي كان اصلا نشمي واحد الاسبكتور قال لي صافي واه تسامحوا يعني هادشي راه سميتو دوروا لواحد الوكيله بالليل نيش السلام عليكم استاذ هاد الدري هذا راه ضرب هاد خيتي في الرباط وجا لهنا لشادله واش يمكن لينا نشدوه هنا في شادله ولا خاصو يطرون دار الرباط قالت ليه لا يتشد هنا شديت تما بحال ضربوا لي كلشي في الزير وزقت من تما مقدم معاهم ولينا في مشاكل اخرى ولاو دخلي لي الاغتصاب وضربوا الجرح لعها مستديمه وشهديت الشرطه والفيرا يعني فهمتي دخلوا لي بزاف هادشي هذا كان تيجي المحامي مشى يدير الوالد شقات فيك تيقول لها الا عطاوه 10 سنين راه الحمد لله وديك الساعه ضربوا لي على السنه فين خصو ليه المهم كان عندي موتيف كراف دز بحال هكا كل الحمد لله بقات وصلت ل 5 سنين يعني بقات 5 سنين ردوا لي عامين سورسي وخلاو لي 3 سنين حبس دوزت خرج في 2018 شهر 7 لا 2017 شهر 7 خرج من ذاك الوقت لدابا حاليا هي 2021 ما بقيتش رجعت للمؤسسه خرجت معي واحد الدبلوم من الحبس فتحت الصالون في دوار حاجه كيما جا الاخ ديالي شحال من صالون فتحت شي جوج صالونات يعني ماشي يعني ربي جاب العفو جوج صالونات اللي فتحت والثالث فتحته سديتو عاوتاني يعني فهمتي الحمد لله اللهم لك الحمد انا المهم رزقي عند اللهم لك الحمد ميسر ربي بغانا نعيشوا هكا ما علينا شي سرنا شديت شي دراري خدامين معايا هادي بقيت عادي ما درتهاش في بالي علاش شفت واحد الانسان يعني صافي دوزات معاك وهادي يعني ما درتهاش في بالك صافي نهار حاجه نهار خرج مشى والديها عند الواكل شي يقولوا لي هاد السيد ملي غيخرج راه غيجي بغا يتعداها لنا انا خرجت مشيت عند الواكل ديال قصبة تشادله المحكمه الابتدائيه ديال قصبة تشادله مشيت لعنده قلت ليه استاذ راه شنو واقع ليا شنو واقع شنو قال لي نتايا هاك هاد الورقه سنيها وديرها في جيبك وسير فين ما بغيتي وما تخاف عاد ما ديرش لا مشاكل لا صداع لا والو حتى ندوز لي تحيه هو من هاد النظر درت ديك الورقه في جيبه هبط هبط دايره هذيك القضيه بحال تلقوا الاشاعه ديال بزاف ها هو راه خرج احمد راه غايدير ليهم هو خرج راه كاينين شي اصدقاء ديالي تما في تشادله اللي هما متحسبون اصدقاء الخوت انا لقيت تما بحال عاد دوار تكبرنا خوت ماشي صحاب ولا راه ما اصلا غايشوفوا في هاد الفيديو هذيك وانت غتشوف التعاليق وتشوف الدراري اللي هما عاشوا معنا واللي عرفونا واللي شافوا ماشي تنعنصروا انا ديك السيده اللي خلاني باش دفعني انا خرجت لها على قشره من نهار خرج من 2017 في شهر 6 في 28 ما بقيتش لا وجهي لا وجهها يعني ما بقيتش ثاني نهائيا يعني شنو وليت ندير تنجي لهنا شي يقولوا لي راه تزوجات وعندها بنيه فهمتي باش انا نعطي هذا الشيء انا ديك السيده ما نكذبش انا نبغيها يعني فهمتيني يعني هذيك راه مش ولدي ودوزات معك واحد السيده اللي كانت تتباش معك في الزناقي فعمرها 13 عام 14 عام وانت مخرجه للزنقه تتباش معك ونزيد من هذا المنبر عاوتاني يعني راه ماشي كانت مغتصبه ولا انا اللي داخل على هذيك السيده وتزوج بها ماشي يعني وقعوا مشاكل وهاد المشاكل شكون اللي داروا لها والديها يعني هي اللي راه هي كانت حاضره معنا للجلسه وانا تنتحكم وهي تتبكي ومن جا نشوف فيها بحال هكا دير لي راه ما عندي ما ندير وهبطات عندي شال كابل تحت اللي ممنوع يهبط عليه شي واحد وهبطات عندي باش تبين شنو كاين وهبطات لي شال الوليد قالت لي انا ما بغيتش نصيفطك للحبس وراه ها شنو دير لي لا سمحتي والله لقيتي رجعتي لنا للدار وخرجي علينا الزنقه ودير 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 يعني البنت كانت صغيره ديك الساعه كانت في عمرها شي 15 عام استغلوها بدات الهضره البنت دابا منين كبرت دابا تبارك الله في عمرها 24 سنه دابا غتكون 24 25 المهم 24 انا اللي متاكد 24 سنه غتكون في عمرها بحال تقول البنت نضجات البنت نضجات انا حسيت ذاك الفيديو اللي دارت هو هي للدوزي ماشي عليه لحاجه انا تنعرف ديك السيده راه دوزات معايا تنقول لك 13 عام راه ماشي سهله راه 13 عام المهم ما علينا باش نخرج داك الاعلان اول حاجه اللي غتقول البنت راه عندها ولد
ودوزي اصلا شي يقول انا ما غنجيوش من المعجبات ديالي. ولي ثاني حاجه اللي شحال من واحد تيغير في الكومونتير طيح شي على العياله الدل، طلي هذيك السيده اختي ولا اخويا ماشي طيحات على العياله الدل ولا طيحات عليكم جات شوما دول ولا ما عندهاش الوالدين ولا ما. لا هذيك السيده راه دخلوا بيني وبينها انا اللي انا راجلها واللي انا بات ولدها اللي دفعها هي تخرج بحال هكا. وما كنتش شتي ديك السيده اخويا مور كان يجي مباشره قسما بالله ما تقدرش تهز فيها شي عينك ماشي بالعنصريه. لا صاحبي هذيك السيده حشوميه بزاف وانا ماشي نقول كانت معايا خايبه انا الله يعمر هذا ضربتها انا ماشي باقي تنعتر علاش كنت صغر هذاك عقل وما كيقول لي شويه ما عمري قص مراتو خصوصا حنا اللي صغر ضربتها ما خليتش ما درتها كانت تصيح مسكنه الدار من الفوق تسب لخوتي حوايجهم تسب لي انا حوايج ما تخلي ما ديروا باقا صغيره وحشي مش هضر معاها وقسما بالله تعيطوا عباد الله على الوالده من السرجم تعيطوا عليها من الزنقه والله اخويا ماشي طلع باش طلع من السرجم ما تطلش وكلشي دابا نهبطوا للزنقه تما كلشي تيقول لي مراتك الاولى الله يعمر ليها الدار يعني فهمتيني كلشي تما تيقول لي مراتك الاولى الله يعمر ليها الدار. ودابا انا هذا المنبر هذا اللي كانت هي غتفرج في هذا الفيديو اللي غتسمع اخ ديالي يعني باش نقول لها هي اصلا ماشي سميتها سكينه اللي هي غنهضروا انا راه فهمتيني. المهم كيما هي مدرسه سكينه السكينه باش تعرف واحد الحاجه انا راه باقي تنبغيها وما عمري غنفرط فيها لا هي لا ولدي باش غيتسنى بنادم هي غتسنى بنادم اللي غيقولها في كومونتير ولا واش كون دابا شافك شكون اللي غيجي يديها فيك وشكون اللي لا خويا راه ماشي شكون هي راه بغات توصل ليا عا ميساج هي عارفه شكون كانت هي غتقول لكم في المباشر غتقول انا راه بغيت تدوزي وبغيت تجوج بيا انا وولدي وانا راه فايته مجوجه ودايره وهذا غادي نعرفوها غنقولوا اه ويه لا هذه السيده خويا راه ما خرجت بهذه الهضره هذه السيده خرجت على اساس عارفاني يلاه درت واحد القناه في يوتيوب بثلاث شهور دابا عرفات هذا الميساج غيوصلني غيوصلني ناتش ما لقات ما دير الحل اللي دارت وما هضرتش شافت هذه لا قصبت هذه اللي هي ساكنه فيها يعني ما هضراتش فيها شنو دارت مشات لبني ملال عند جداها وجابت شفتي وهذه وتلاحت بداك التصريح وهذا التصريح انا فهمت منه اللي دابا انت الانسان اللي كان مدوز قدامك اخويا 13 عام ولا 8 سنين نديرو يعني راه يشوف فيك عابيني هاد تفهمك وغير يفهم عاد تشوف فيه بلا ما تهضر بلا راه بحال هكاك ديك السيده راه شي منين جات تهضر راه منين تقول لك منين قال لها واخا غني لي شي اغنيه ديال الدوزي راه تما انتوما شدوا ديك اللقطه ديال الاغنيه ديال الدوزي ما ركزاش على شي اغنيه اخرى شداتها الموجه ودرتها بواحد الطريقه ديال الموجه يعني فهمتيني يعني هذاك هو الديسك الواحد شحال وانت تبغيه 4 سنين وانا تنصيفط ليه في الميساجات انا 4 سنين وانا خارج من الحبس واش كانت تصيفط لي شي ميساج كتقول لي ما عرفت الله وعلم واش انا هادو. المهم انا اللي متاكد من هذه السيده هذه ما بقاوش نلوموها بزاف اخوت هذه راه واحد العاطف انساني وحب بيني وبين ديك السيده وصلت ليا بهذه الرساله هذه بلا ما يعلق بلا بزاف لا حاجه اللي ما عنده القليل عنده الكثير. هذيك السيده بغات تحافظ على جواجها وبغات ترجع حتى هي ولدها كون هي باغا الخايب ملي كنت انا مجدود في الحبس ما تخليه ما دير ما غنخرج لديك قصبه هذه اللي انا اللي تجديت فيها غنخرج ما نخلي اي واحد كلشي تعرفني تما ما غيخليو ما يقولوا لي ولكن حتى واحد ما عمر شي واحد قال لي بالعكس نسول انا على الدرج يقول لي والله ما تبان لينا اخويا يعني فهمتيني ديك الانسان اخويا ما تحكموش عليها من تطير وحده وكيما انت بغيتي دوزي انا بغيت نساعد المجرد ولا ماشي غير بغيتي دوزي بغيت نساعد المجرد حنا تنهضروا في اطار الواقع. ديك السيده اخوتي راه وصلت عرفاتني انا اصلا كيفاش نتفاهم بحال دابا انت ومراتك ولا انت واختك ولا انت وخوك ولا انت وصاحبك معاشرين واحد المده ديال نديروا حنايا 10 سنين يعني هذا الميساج هذا نقدر نكون انا وبيني وبينك انا بيني وبينك كابرين انا وياك 10 سنين نقدر نشوف فيك بعيني شهر غنشوف فيك ما نهضروش غنبقاو نشوف انا وياك غتفهم شنو بغيت وشنو ما بغيت. احسب الله هذا الانسان اللي عاش معايا وسط الدار ولدات مني وما كانتش تخلي معايا حتى كنت ودرت معايا مسكينه في الزناقه وبات معايا في الزناقه باش تعرف شنو كاين كانت تهرب لوالديها وتجبت معايا في الزناقه وشات تصبوا عباد الله كلشي شاهدين على هذه الهضره في قصبه تشال كلشي عارف هذه الهضره في قصبه تشال ما كاينش شي واحد اللي ما عارفهاش يعني فهمتي انا منين خرج على اساس دايرها في راسي وتما وسط الحبس كنت ندور يعني فهمتي هضرت معاه شحال من مره وخارج على اساس دايرها في راسي يعني غنلقيتها غنرجع وكذا وهذه ويتراجع الانسان غير خرج ما لقيتهاش اخي جيت لهنايا لقيت واحد بنت الناس تصدقنا مجوجين بها حتى هي دابا راه عامين تفرج بحال هكا درت هاد القناه تنتفرج بحال هكا نتفاجئ بها هي خرجت بالتصريح ديالها ديال الدوزي انا تنبغي ندوز اخوتي راه قسما بالله وحق ليله هاي الله اخوتي لهذا الميساج راه ليا وحق ليله هاي الله راه والله ما على لا دوزي لا مجرد لا راه تنهضر معاكم بالبر والله هذا الميساج اللي عليا لاحقاش راه حتوا تبعوا الفيديو بزاف وشوفوا راه كيما تتفاهم انت مع امك ولا تتفاهم مع مراتك ولا تتفاهم مع باك راه انا تتفاهم مع مراتك يعني راه اي واحد راه انتم خديتوا واحد الفكره ديال حقا ضحك شي حقا ضحك شي راه ما عمر بنت المرش ضحك في المراه ما باش تعرفوها.